السلام عليكم. السلام عليكم، عليكم السلام. ايه الاخبار؟ الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. معلش انا بعتذر عن المرتين اللي فاتوا، كان عندنا بس شوية مشاكل شوية صغيرة، بس الحمد لله الأمور استقرت. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. ازيك يا جمال؟ ازيك يا محمود؟ ازيك يا مالك؟ ايه الأخبار؟ كلكم كويسين؟ ممكن نستنى شوية كمان، 5 دقايق كمان كده بقية التيم يخش معانا إن شاء الله. ماشي. اوكي. ممكن نتكلم مبدئيا كده، احنا اتكلمنا اخر حاجة عن ايه؟ لو حد فكرني، لو حد بيتابع معايا، احنا اخر حاجة كنا بنتكلم فيها عن ايه؟ اخر حاجة كنا بنتكلم فيها describing of movement، صح؟ أنا ما كنتش موجود المرة اللي فاتت. طيب احنا ممكن نشرح كده، نعمل ريفيجن بسيط، بريف بسيط على اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. قلنا اخر حاجة describing of movement زي ما احنا شايفين كده بالظبط. انا عندي جراف دوت اللي قدامي، عندي جراف دوت بيقول لي ايه؟ عندي ديستنس اوفر ايه؟ اوفر تايم. كله شايف الجراف ده معايا؟ شايفين يا جماعه معايا الجراف دوت؟ طيب بس يا جماعه، يعني ايه، لو في اي كومنت ولا حاجه نقوله مع بعض عشان اقدر ايه، لو في اي مشكله نوضحها مع بعض ان شاء الله. اوكي. طيب انا عندي اول حاجه الجراف ده ايه اسمه؟ ديستنس اوفر ايه؟ اوفر تايم. زي ما احنا شايفين كده، اول حاجه بوينت ايه، البوينت ايه دي ستارت اوف ايه؟ اوف ذا جورني. اوكي. اول حاجه بوينت ايه، انا عندي ديستنس 0 والتايم ايكوال كام؟ ايكوال ايه؟ ايكوال 0، صح؟ طيب ايوه مستر. بدايه التريب ايه اللي حصل؟ حصل موفمنت فروم ايه to B، right؟ يعني ايه؟ التايم يحصل increasing والديستنس برضه increased. يبقى انا عندي، لو انا جيت رسمت الجراف هنا، ايوه هو ده. الحمد لله. عندي جراف كده اهو، هنا تايم وهنا ديستنس. اوكي. بوينت A ايه اللي حصل؟ نو تايم ونو ايه؟ نو ديستنس، صح؟ طيب اوكي، لو جينا اتحركنا عند بوينت بي، بوينت بي فيها ايه هنا؟ ايه اللي حصل هنا بوينت بي؟ التايم انكريزد، صح؟ التايم انكريزد والديستنس برضه انكريزد، رايت؟ دي بوينت بي. فور اكزامبل ليتس سي هنا التايم ايكوال 1 1 اور، والديستنس ايكوال كام؟ 2 كيلومتر. يبقى انا ممكن نقول الديستنس ان كيلومتر والتايم ان ايه؟ ان اورز. اوكي. طيب لما وصلنا عند بوينت بي، اتحركنا من بوينت ايه لبوينت بي، يبقى بوينت ايه، لو قلنا بوينت ايه كان فيها ايه بالظبط؟ كان عندنا حاجتين، كان عندنا التايم ايكوال 0 والديستنس ايكوال كام؟ equal 0. طيب point B distance equal 2 والtime equal 1. very good. time equal 1 hour والdistance equal كام؟ equal 2. طيب لو جينا قلنا هنمشي point B، فضلنا واقفين عند point B، الdistance ما اتغيرتش بس time حصل له ايه؟ time increased. for example لحد هنا. Yes. سي هنا ايكوال 2. اوكي. تمام. ادي بوينت سي. ات بوينت سي ايه اللي حصل في بوينت سي؟ Stays the same. بوينت سي التايم ايكوال 2. رايت؟ والديستنس ايكوال كام؟ ايكوال ايه؟ ايكوال برضه 2. طيب
لو انا جيت خدت بالي هنا ايه اللي حصل هنا بوينت بي وبوينت سي؟ بوينت بي اند بوينت سي ذيز ايه؟ ذيز ريست. يبقى فروم بوينت بي تو بوينت سي ما حصلش اي موفمنت بس حصل انكريزنج في التايم. اذا هنا بوينت بي اند بوينت سي، بوينت سي التريب بتاعتي ما حصل لها ايه؟ زي ما هي. نو ديستنس، نو ديستنس واز كفرد بات تايم انكريز. يعني فور اكزامبل بالظبط لما انا اكون مثلا مسافر فروم الكسندريا تو كايرو and I stay at the master at the rest. okay انا بوصل للريست بتاعي التايم بيعدي عليا لكن الديستنس بتاعتي اللي انا اي كفرد از زيرو رايت. yes. طيب فروم بوينت سي وصلنا عند بوينت كام؟ بوينت دي. بوينت دي ايه اللي حصل؟ التايم هنا بقى كام؟ ايكوال 4. يبقى point D time equal 4 hours while distance equal كام؟ زيرو. distance equal كام؟ زيرو. زيرو. very good. يبقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا لما starting the trip بتاعتي from point A speed increased till I reach point B and from point B to point C time increased while distance is not is is the same right and from point C to point D ايه اللي حصل؟ the time increased but the distance become what become zero right. اللي انا عملته دلوقتي اسمه ايه؟ اسمه describing of movement. قدرت اعمل description للموفمنت بتاعتي from point A till I reach point A point D تمام. وهنا هنرجع yes. very 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 simple rule. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان the speed of any moving subject or any moving object equal distance divided by what by time. يبقى ده وده الترينجل بتاعنا اللي انا برسم بيه الرول بتاعتي. ادي الترينجل بتاعي، ادي السبيد، وهنا الديستنس، هنا التايم. اوكي يبقى yes. السبيد ايكوال ديستنس اوفر تايم. طب الديستنس ايكوال ايه؟ سبيد تايمز تايم. طب لو عايز اعرف التايم بتاعي ايكوال ايه؟ تايم ايكوال ايه؟ distance divided by speed, speed. Time is distance. No. لو احنا جينا خدنا بالنا في المره اللي فاتت لما احنا بنشرح كنا جينا بنشرح الرول بتاعتنا الريسون بتاعتي. لو حد مش مذاكر بتاعي الديستنس اللي فات ممكن يراجع الليسون على اليوتيوب. طيب ادي الترانجل بتاعنا وقلنا شرحناها المره اللي فاتت. قلنا الترانجل اوف سبيد، سبيد which is s equal distance d divided by time which is t. okay yes yes okay okay. طيب ممكن بقى دلوقتي نبتدي ان شاء الله الليسن بتاعتنا. اوكي نتكلم عن حاجه اسمها turning forces or turning effect. يعني ايه turning force or turning effect؟ حد يقول لي كده يعني ايه turning force turning effect لو حد يعني by logic. can I say اتفضل يا محمود. like the one which in the door which turns and opens. okay very good example. ايه تاني؟ and also I know the thing that use the children play on the club like they balance with each other. okay طيب حد يقول لي حد يقول لي برضو what's meant by turning forces or turning effect غير محمود؟ مين ممكن يقول لي؟ مين تاني يقول لي؟ Mr. can I say؟ اوكي ياسمين اتفضلي. Like to push the door handle. اوكي good example. طيب يبقى انا كده قدرت اعرف منكم ان انتوا عارفين يعني around a figure general figure about turning forces. انا لو عندي زي ما احنا شايفين كده دلوقتي a boy or a man is holding a book. لو انا خدت بالي ان انا عندي ده الارم بتاع المان. اوكي الارم بتاع المان is around 38 سنتيمتر وفي البوك بتاعي بتاع الفيزيكس اهو قدامي زي ما احنا شايفين اهو. اوكي البوك بتاعي ويتش اراوند وات هاو ماتش 4 كيلو جرام. اوكي طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ البوك ده ليه ماس ولا ويت؟
while the book, while the man is holding the book has a mass or weight؟ مين يقول لي؟ يا جماعة صوتكم شوية يا جماعة. mass weight. لا has a weight. هو هي the book has a mass but due to the gravity he has a weight. زي ما احنا فاكرين الرول بتاعتي بتقول لي ايه؟ انا لو عندي any gravity, gravity on earth equal what؟ ها 10 meter per second square, right? بس انا قلت weight. اوكي طيب لو انا عندي book has a mass equal كام؟ has a mass equal 4 كيلوغرامز. يبقى الويت بتاعه ايكوال كام يا جماعه؟ ها؟ الويت بتاعه ايكوال كام؟ 40 كيلوغرامز 4 تايمز 10 is equal to 40. Very good. 40 ايه؟ 40 ايه؟ 40 نيوتن because weight is a force, right؟ طيب فاهمين معانا ولا مش فاهمين؟ فاهمين. محمود معايا؟ ياسمين معايا؟ ادم محمود خالد جمال معايا يا جماعه؟ يس بليز يا جماعه اللي حاضر yes. معايا بليز اتكلم يبقى في انتر اكشن ما بيننا عشان اتاكد انكم فاهمين معايا. اوكي بليز. طيب نرجع تاني. انا لو عندي الفيجر ديت شايفين معايا الفكره عامله ازاي على النوت؟ حد شايف معايا؟ جماعه بيبل يس اني ون انسر بليز. شايفين معايا الصوره؟ يس اوكي اوكي. طيب انا عندي بوك هاز وات هاز 4 كيلوغرام اماس. اوكي while a man is holding this book يبقى انا لو عايز اعرف التيرنينج فورس عند البيفوت بوينت which is this point point A التيرنينج فورس ايكوال وات؟ تيرنينج فورس ايكوال كام؟ مين ممكن يقول لي؟ فايز ديفايد انتي كلوك وايز. اوكي ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ بيحصل هنا ان البوك ده is pushing this hand down right right and this hand is holding this book so this hand is exerting force يعني الايد دي بتبذل مجهود عشان تحافظ على الكتاب مرفوع صح؟ لو احنا كده فكرنا كل واحد يرفع ايده كده ويحط عليها حاجه تقيله a book for example he feels his hand is what he is exerting some force تعبان شايل الكتاب هو ايه في فورس ضده صح؟ طب الفورس دي جت نتيجه ايه؟ نتيجه وجود الجرافيتي. طيب ال distance equal كام هنا؟ distance equal كام؟ 38 سنتيمتر. يبقى turning force at point A equal كام؟ equal the mass of this book mass time is what time is this distance. اوكي اوكي عشان عايز اعرف البوينت التيرنينج فورس ات بوينت A اللي هي بوينت A ديت يبقى انا بشوف المسافه من بوينت A تو ذا بوك. اوكي المسافه ما بين بوينت A تو ذا بوك which is equal to what 38 والبوك هي هاز a mass of what 4 كيلوغرام right. طيب ده اللي قدامي بالظبط بشوفه هنا بالظبط. يقول لي when you push down a door handle the handle turns زي ما قال محمود when I turn the handle of the door I make a turning force on the handle of the door. okay when we push the pedal of a bicycle the pedal turns لو حد راكب bicycle he has a bicycle and when he turns pushes the pedal of the bicycle اللي بيقدف او اللي بيعمل pushing the bicycle the ايه the pedal turns. معايا ولا مش معايا؟ اللو طيب نعم اللو مش سامعك يا محمود والله اتفضل محمد مش سامعك سوري الرول الايه الرول
الرول. الرول الرول يا بس. حاضر يا حبيبي، حاضر، اصبر شويه وهقول لك الرول. حاضر، انا بشرح بس الاول ماشي الكونسبت وهقول لك الرول. حاضر. طيب ثالث حاجه ايه؟ the تمام. point around which the lever turns is called pivot. يعني النقطه ديت اسمها بيفوت، النقطه اللي انا شرحت لكم من شويه، النقطه ديت اسمها ايه؟ يبقى نقطه ايه؟ بوينت وات؟ بوينت ايه از كولد وات؟ بوينت ايه از كولد وات؟ Pivot or از كولد point. بيفوت. يعني ايه بيفوت؟ يعني ايه بيفوت يا جماعه؟ Pivot is the top of joint. Is the point of the turning force. Very good. يعني انا مثلا فور اكزامبل، لو انا عندي، لو انا عندي a game like this، وهنا عندي load، وهنا عندي load تاني، اوكي، فين ال pivot point؟ This is called pivot point. دي pivot point. اوكي؟ اوكي. لو انا عندي مثلا فور اكزامبل عندي دور هاندل، عندي دور هاندل like this، اوكي، وعندي في بوشينج فورس هنا، يبقى فين البيفوت بوينت؟ هي دي البيفوت بوينت. اوكي، اوكي، هنا دي فورس، تمام. طيب حد يفهم حاجه لحد دلوقتي؟ حد يفهم حاجه؟ لو حد يفهم حاجه يرفع ايده. No, I understood everything. ماشي يا محمود، برافو عليك. آدم، محمد، جمال. I understood. اوكي. Yes, I understand. طيب. I understand. عندي برضو اكزامبل تاني عشان برضو افهم لكم برضو الايديا برضو تبقى بصوره ابسط لينا كلنا. لو انا عندي الصوره زي ما احنا شايفين كده بالظبط، اوكي، ايه اللي بقى، ايه اللي انا شايفه قدامي؟ Like the wrench or Yes, a the person wrench. is trying to a to tighten the bolt of a wheel. Right? طيب he is using what? He is using what? A metal key. ايه اللي بيحصل زي ما انا شايف هنا؟ هو is exerting force It's downward. a turning point. Right? He is exerting force downward اهو. في force اهي. صح؟ وهنا في هنا في هنا pivot point بتاعتي، pivot point اهي. اللي هي ايه؟ البولت. يبقى البولت هو ايه؟ البيفوت بوينت، رايت؟ طيب يبقى انا لو انا شايف كده ايه اللي بيحصل عندي؟ عندي فورس از بينج اكزيرتد داون وورد، اوكي، وعندي ديستنس بتوين ذيس فورس اهي، دي اسمها ديستنس اهي، شايفينها؟ اوكي، ديستنس اهي، ممكن اغير لكم الكلر عشان تشوفوها اكتر افضل اهي، اهي ديستنس بتوين ذا هاندل اند ذا بيفوت بوينت، اوكي، وعندي ايه؟ وعندي بيفت بوينت. ايه اللي بيحصل عندي بقى؟ ايه اللي ايه اللي بيريزلت عندي زي ما احنا شايفين؟ السهم a turning force. It is what? It is a turning force. اوكي؟ اوكي؟ فاهمين؟ okay. يبقى انا عندي ال turning force بتاعي او الليسون بتاعي النهارده بينحصر في ايه؟ كالاتي، انا عندي force وعندي distance وعندي pivot point. When I apply this force through a distance من خلال المسافة على ال pivot point it will result for what? It will result a turning force. Okay؟ في أي سؤال يا جماعة؟ حد عنده أي سؤال؟ حد عنده أي سؤال؟ No. Okay. ردوا عليا يا جماعة عشان أتأكد إن إحنا إيه؟ انها مع بعض اونلاين. اوكي، طيب نكمل. سوري. طيب التيرنينج فورس دي اسمها ايه؟ ساينتفك فيزيكال، الفيزيكال نيم بتاعها. لما نيجي بقى نفهم احنا بقى خلاص بناخد دلوقتي فيزيكس وفاهمين يعني ايه الفرق بين التيرنينج فورس وبين الايه الماس وبين الفورس العاديه. التيرنينج فورس ان فيزيكس از كولد وات؟ از كولد مومنت. اوكي، is called what? is called moment. طيب المومنت ايكوال ايه؟ ايكوال فورس تايمز ديستنس. يعني انا لما كنت عايز اعرف هنا التيرنينج فورس ديت is called what? is called moment. اوكي، مومنت ايه؟ مومنت اراوند ذيس بيفوت بوينت. يبقى المومنت ايكوال فورس مومنت
equal force times what? Force times multiplied distance. by distance. Okay, يبقى moment is equal to force, this force multiplied by this distance. الdistance هو عندي والforce عندي. يبقى انا اقدر I can calculate the point moment around this pivot point. تمام؟ طيب. Distance is measured from the pivot point to the piston, to the position where the force acts. يعني ايه؟ يعني انا عشان اقدر اعرف المومنت بتاعتي لازم تبقى between المسافة ما بين البيفوت بوينت والايه؟ والفورس اكتس. تمام؟ تمام. اوكي. طيب ممكن نشوف. طيب. لو انا جيت شفت هنا انا عندي الفورس اليونت بتاعت الفورس ايكوال ايه؟ اليونت بتاعت الفورس ايكوال ايه؟ نيوتن. نيوتن. والديستنس اليونت بتاعها ايه؟ كيلومتر and متر and سنتيمتر. متر. Let's say متر. ما دام قلت نيوتن تبقى متر. يبقى المومنت اليونت بتاعها ايه؟ تبقى ايه؟ نيوتن متر. فور اكزامبل. لو انا جيت قلت مثلا I have اكزامبل انا هديك هدي انا هاخد اكزامبل تاني دلوقتي اهو. الصورة دي. الاكزامبل ده. اهو انا عندي جارفيلد اهو هاز ا ويت اوكي هي ستاندينج اون ا بيس اوف فود اوكي وعندي هنا ايه اسمه ده اسمها ايه هنا النقطه اسمها ايه بايفوت اسمها بيفوت بوينت اكشلي اتس برونسيشن لا ما احنا بيفوت بوينت احنا قلنا بيفوت بوينت يبقى انا لو حبيت اعرف المومنت ذات ذيس كات ابلاي اون ذيس بيفوت بوينت هيبقى ايكوال ايه Moment force equal ايه؟ ها؟ Force times force. Force اللي هي ايه؟ الويت الويت اوف جارفيلد صح؟ تايمز ايه؟ الويت اللي هو الويت اوف جارفيلد صح؟ تايمز وات؟ الديستنس ديستنس از ديستنس رايت؟ طيب لو انا طيب فور اكزامبل اف ذا ماس ذا ماس اوف جارفيلد از ايكوال 2 كيلوغرام And the distance is equal to 5 centimeter. Can anyone tell me what's the moment equal what? It's gonna be 10 newton meter. No. Please calculate and send it to me privately. Yalla. 2 minutes and I'm gonna answer. Mute all. يلا send me the answer privately please. محمود شاهين لامار ايفون 10 all of you answer 10 الحمد لله طيب طيب لو جينا قلنا اول حاجه نحسب الفورس الويت او الويت فورس ايكوال ويت ايكوال كام حد يقول لي الويت ايكوال كام الويت ايكوال كام ايكوال 2 تايمز 10 ايكوال 20 نيوتن 20 نيوتن فيري جود طيب والديستنس ايكوال كام 5 سنتيمتر 5 سنتيمتر but I must change into what into meter so it's equal what equal 5 divided by 100 meter so the moment I have the moment equal what the moment is equal to force weight times distance الويت عندي كام 20 times distance which is equal to 5 divided by 100 right right or wrong عشان لازم احول الديستنس right. بتاعتي من سنتيمتر لمتر احنا كنا استعجلنا عملنا تو تايم صفر على طول احنا قلنا قبل كده ما ينفعش نضرب في الماس اي ماست مستر اي مستر اي نازل ايدك يا لامار نازل ايدك يا محمود لور يو هاند اي سيد
Okay, I send the new answer. لا يا حبيبي، انا بص، انا بدات اقول لك انسر، مش نزلت اي انسر. من فضلك ما تقطعش تاني الشرح. طيب يبقى انا قلت الويت ايكوال كام؟ 2 تايمز 10 عشان تطلع الايه؟ الويت ان فورس بتوين نيوتن، والديستنس 5 سنتيمتر which is equal to 5 divided by 100. اوكي يبقى to make division is equal to what؟ 5 times 20 times 20 equal what؟ 100 1 divided by 100. يبقى المومنت ايكوال وات؟ 1 ايكوال 1 1 نيوتن متر. يبقى الانسر ايكوال كام؟ 1 نيوتن ايه؟ 1 نيوتن متر. حد فاهم حاجه؟ حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ نوب. اشرح تاني طيب؟ نو. طيب لو حد عايز، طيب لو في حد عنده اكزامبل نحلها مع بعض تاني؟ اوكي طيب ماشي. الاكزامبل اللي بعديه مين يحب يانسر معايا؟ مين؟ انا. حد غيرك بقى يا محمود بقى، انت كل حاجه انت محمود؟ مين؟ طيب واحدة واحدة. Raise your hand and I'm gonna choose. مين هو وانا انسر؟ اتفضلي يا لمار. I want to. يلا يا لمار. Okay. What a turning force of 75 Newton أيوة. is needed to turn the handle of a door. ثانية واحدة. فيري جود. ثانية واحدة يا لمار، احنا اتعودنا وفهمنا مع بعض لما يكون عندي ريتن اكزامبل او ريتن اكسرسايز لازم اخد بالي من كل ايه؟ من كل فول ستوب. هو قال لي هنا ايه؟ فول هنا فول ستوب اهو، يبقى انا في هنا انفورميشن. ايه الانفورميشن عايز يقول لي عليها؟ في عندي فورس ايكوال وات؟ 75 نيوتن. يبقى ده اكتب، يبقى اعمل حاجة اكتب هنا تحت اهو بره فورس ايكوال تو 75 نيوتن. يلا كملي. The distance from the door handle to the door hinge. أيوة. The pivot. أيوة. Is 70 centimeter. نقطة. فول ستوب أهي. ده في بقى في نيو انفورميشن. إيه الانفورميشن عايز أقول لك عليها؟ إيه الانفورميشن الجديدة عايز أقول لك عليها؟ إن الديستنس إيكوال كام؟ 70 سنتيمتر. فيري جود. نكمل. كملي. Calculate the moment caused by the open on the door. اوكي يبقى هي وانت تو نو ذا مومنت. ها مومنت ايكوال وات؟ رايت مومنت ايكوال فورس تايمز ديستنس. ثانيه واحده ثانيه واحده، هي بتقرا كده ليه؟ بل بليز دون نو وان نو وان توك اباوت اني وان ايلس. اوكي كملي يا لامار. يبقى المومنت ايكوال كام؟ فورس تايمز ديستنس. تايمز ديستنس. فيري جود يا لامار كملي. So first we're going to turn 70 centimeter into meter. Excellent. يبقى 75 نيوتن will be the same. Okay, نيوتن times yes. 70 سنتيمتر divided by 100. 100. Very good. Very good. يبقى الـ answer very good. الـ answer will be what? 75 times 0.7. Very good. Which is equal to 52.5 نيوتن متر. No one meter. Forget the units. خلي بالكم يا جماعة. كلنا نخلي بالنا. The units is very important. Okay? To take the full mark, I must write the units. Okay? It is very important to write the unit. Excellent, يلا مار. Very good. ما شاء الله. يلا مين يحل الانسر اللي بعديه؟ Can I؟ حاضر اهو. حد عايز يشتغل محمود؟ Can I؟ لا خلاص بقى لامار، انت حليت يا لامار. حد تاني غير لامار ومحمود. يلا. هو انا انسر انا ناي كان اي بليز انسر. مين تاني عايز انسر؟ ما فيش غير محمود يا جماعه بيحل معايا يا جماعه. حد تاني غير محمود؟ انا مين؟ لامار؟ مريم محمد. طب ينفع ايدك يا مريم؟ اتفضلي يا مريم. مش واي دينت يو ريز يور هاند؟ ثانية اخد لك ال look at this diagram. ثانية واحدة اخد لك ال example.
كوبي بيست عشان ايه نحله مع بعض واحنا ايه كنا شايفينه. يلا بينا يا مريم، جو اهيد. يلا Look at this diagram. What is the moment caused by weight on the arm? اوكي يا مريم، انا عندي الارم اهو وعندي ال weight. اوكي بول، اوكي وعندي ديستنس. يلا قولي لي بقى المومنت ايكوال كام، مليني بقى انا مش هتكلم خالص بقى. 30 multiplied by 25. مومنت ايكوال 30 which is distance. اوكي يس. طب ممكن قبل and, قبل قبل and 25. طب بص اكزامبل اكزامبل واحده واحده قبل ما اقول هحل ازاي لازم اكتب قدامي الايه الرول. مومنت ايكوال فورس تايمز ديستنس، هو عايز اعرف المومنت. طيب كانت خلاص كانت الرول خلاص يا جماعه، اوكي كده متاكد منها ان هي صح تمام. ابدا اعمل ايه، ابدا انسر. طيب الفورس ايكوال كام يا لما يا لما يا مريم؟ 25. اكسلنت. طيب تايمز ديستنس 30. لا خلي بالك يونتس يا جماعه 30 سنتيمتر، يبقى ديستنس ايكوال 30 سنتيمتر ديفايدد باي 100. احنا قلنا بنحول لسنتيمتر متر، دونت فورجيت. يس دونت فورجيت يا جماعه، انا بحول الديستنس في سنتيمتر تو متر. اوكي اوكي طيب يبقى ايكوال كام؟ هم 25 times 3 over 10. 25 times 30. يعني 25 times 0.3 equal كام؟ اهو الانسر اهو 7.5. excellent 7.5 بس غلط. You didn't take the full mark. نيوتن متر. نيوتن نيوتن متر يا جماعه، خلي بالنا من اليونتس. اليونتس از فيري امبورتنت، مش عايزين ننسى اليونتس يا جماعه. اليونتس از فيري امبورتنت. انا عندي هنا الديستنس بالنيوتن سوري الفورس بالنيوتن والديستنس المتر، يبقى ايكوال نيوتن متر. فيري امبورتنت يا جماعه، ما ننساش الحته دي خالص بليز يا جماعه، ما ننساش. يونتس ار فيري امبورتنت. If you didn't write the unit, you will not take the full mark. You will lose some marks. Okay? Take care. It is very important for all of us to remember the units. حد عنده أي سؤال؟ No. Lamar, But can I answer? محمود شاهين and Jana. Why are you raising your hands? I want to answer. حاضر يا حبيبي. الإكزامبل اللي جاي إن شاء الله. بس جانا رفع إيديها قبليك. ممكن ندي جانا فرصة؟ Okay. Okay يا حبيبي. Okay. طيب. الاكزامبل اللي بعديه. طيب نكمل مع بعض، يلا بينا. يلا بينا. السلام عليكم. السلام عليكم. نكمل مع بعض. اللزقة مقفولة. يلا بينا نكمل مع بعض. طيب هناخد حاجة تانية اسمها ايه؟ اسمها بالانسنج.
زي ما انا شايف كده قدامي، انا عندي ايه؟ عندي اسيسو ليفر، اوكي، بتوين تو ايه؟ تو بيرسونز بلاينج وذ اسيسو، اوكي؟ People sit on in other side of the pivot of a CISO. The CISO will be balanced. امتى؟ امتى CISO will be balanced؟ يعني امتى the two persons will be in a balanced way؟ مين يقدر يقول لي؟ مين معايا؟ حد معايا في الليسون؟ السلام عليكم. السلام عليكم.